السلام عليكم ورحمة الله. من بيت من بيوت الله، من مسجد مازي بدمشق الواقع في حي الميدان الفوقاني، نتحدث إلى حضراتكم الآن لننقل لكم إذاعة دينية خارجية تشتمل على تلاوة من آية الذكر الحكيم وخطبة وصلاة الجمعة. القرآن الكريم. المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا الآن ما تيسر من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hey.
وما توعدون
فأودت منهم خيفة
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك نظرة النعيم.
وإذا الأرض مدت
وأذنت لربها وحققت. يا إلا
صدق الله العظيم. الفاتحة.